يساعدك. هلا وشوكم. يلا تطلع نتوكل على الله نصيد سمك ان شاء الله. صار هواي مناسب. يلا تعال سيدنا في الدنيات شوريات. يلا تعال توكل على الله. اني ابوي كان بلام بس تركناه هذا نشتغل نجاجير. والله صار هواي مناسب. يلا تعال خلينا نتوكل على الله. بس نصيد بيعنا فتح زوريات. يا الله الله قد طيب هذا المول. الله اكبر. يا صياد السمك صديق والبيه عجب تحضيري وانا بدويه. الله قد حلو الشط. قبل كنا جهال نصيد سمك هواي هنا كبار. كان بيوتنا هنا على الشط قبل كل شناشير. بويا اسم الله شي مالي والي. أشواق وأحلام تأخذك بعيدا على جسر العبور إلى وطن القصائد والنخيل، إلى ماء دجلة والشناشيل، إلى كل مئذنة تؤذن للصلاة، إلى على بغداد من بلدة كانت من الأسقام لي جنة، كأنني عند فراقي لها آدم لما فارق الجنة. في العقد السادس من القرن الثامن الموافق القرن الثاني الهجري، أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بتشييد مدينة على موقع قرية كانت تعرف باسم بغداد منذ أيام حامورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، حيث تقع منطقة الصالحية الآن، لتكون المقر الرسمي للحكومة وعاصمة للدولة العباسية آنذاك. قبل الحديث عن تأسيس بغداد لابد من الرجوع إلى خلفية تاريخية اللي تتعلق بتأسيس المدن والعواصم في تاريخ العرب عامة وتاريخ العراق خاصة. فقد كان بداية الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ مكة مستقرا له، ثم انتقل إلى المدينة كعاصمة للدولة الإسلامية الناشئة، واستمرت المدينة عاصمة للدولة الإسلامية على عهود الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان والإمام علي عليه السلام لفترة قصيرة، ثم انتقل بعدها إلى الكوفة واتخذها عاصمة للدولة الإسلامية. وفي هذه الفترة بالذات انفصل معاوية بن أبي سفيان واتخذ دمشق عاصمة للدولة، أو انفصال بالحقيقة. بعد ذلك نشأت الدولة الأموية التي أنشأها معاوية ابن أبي سفيان، ولم تلبث هذه الدولة الأموية
أن انقرضت وحلت محلها دولة جديدة وهي الدولة العباسية التي أسسها أبو العباس السفاح عبد الله السفاح، واتخذ من الهاشمية القريبة من الكوفة عاصمة مؤقتة له وتسمى هاشمية الكوفة. وعندما ثار عليه الراونديون انتقل إلى عاصمة جديدة على الفرات وأنشأها باسم هاشمية الأنبار. وكلمة الهاشمية للدلالة على انتسابه إلى الأسرة الهاشمية النبوية، هذا المقصود بالهاشمية. فبقي في هاشمية الأنبار فترة، ثم اعتراه مرض الجدري وتوفي عام 136 للهجرة، وحل محل له شقيقه أو أخوه وهو أبو جعفر المنصور الذي سكن فترة قصيرة في هاشمية الأنبار، ثم أخذ يفكر في إنشاء عاصمة جديدة تليق بالدولة العباسية الجديدة، ويجب أن يختار لها مكاناً تتوفر فيه الشروط الجغرافية والاقتصادية والعسكرية والبيئية، يعني ناحية الجو وصحة الجو. تم اختيار الموقع على رقعة مرتفعة من الأرض على خط طول 44 وعرض 33 على الجانب الغربي من نهر دجلة عند مصب نهر الرفيلفي، حيث تحيط به قرى مأهولة السكان مزدهرة. شيدت مدينة بغداد في العصر العباسي من قبل الخليفة أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، وقد اختلفت المصادر التاريخية في البدء في بنائها، فبعض المصادر تذكر أنه بدأ بالبناء سنة 144 للهجرة، ومصادر أخرى تذكر في سنة 145 للهجرة. وقد قام الخليفة أبو جعفر المنصور بنفسه باختيار هذا الموضع، فبعد أن تجول في وسط وجنوب العراق لاختيار مدينته، إلى أن استقر في قرية تعرف ببغداد كان يسكنها السريان، وسكن فيها لمدة 3 أيام، تأكد من طيب هواها وقلة الذباب والبعوض فيها وكثرة أنهارها ووجود الزراعة والمزارع حولها، استقر رأيه على اختيار هذا الموقع. وبعد أن تم شراء الأراضي من قبل الأهالي أمر بتخطيط المدينة، فأخذ يفكر وأخذ يبعث بالبحوث للبحث عن قطعة أرض ملائمة لهذه الشروط، فأرسل بعوثا وجاء بنفسه إلى المنطقة اللي محصورة في جانب الكرخ. في جانب الكرخ، لأن بغداد مقسومة قسمين يقسمها دجلة، فالجانب الغربي تسمى الكرخ والجانب الشرقي تسمى الرصافة. فاختار الجانب الغربي، وهناك مجموعة من البساتين والأقنية والأنهار التي تأخذ مياهها من الفرات، وفرع آخر من أعالي بلد، هناك فرع يسمى دجيل. هذه المنطقة مليئة بالجداول والأنهار والبساتين ومسكونة سكن قديم. اشترك مع المنصور عدد من المهندسين بتخطيط المدينة لتكون مدورة، يبلغ قطرها نحو 2615 متر، أي بمساحة 4 أميال تقريبا. التاريخ الصحيح هو المبني على القول المأثور: لا تاريخ بدون وثائق. إذا لم تكن هناك وثائق لا تاريخ. الحقيقة أبو جعفر المنصور طلب أن يأتي بالصناع والمخططين والمهندسين من كافة المدن العربية، من البصرة والكوفة وواسط ومن بلاد الشام ومن مصر،
وبذلك هذا يؤكد لنا أنه معظم مخططين المدينة هم من العرب المسلمين. وقد حدد أبو جعفر المنصور مميزات المدينة التي يريدها للمعماريين والمهندسين، فتم تخطيط المدينة على الأرض بواسطة الرماد، وطلب أن تكون مدورة، ثم خططت بواسطة الرماد. ولم يكتفي بهذا أبا جعفر المنصور، وإنما وضع بذور القطن على الخطوط، ومن ثم أمر بإيقاد وضع النار وإيقادها، فظهرت له المدينة مجسمة، وأخذ يتجول في أبوابها. فإذا هذه المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية كانت مأهولة منذ آلاف السنين، يعني من الألف الثالثة قبل الميلاد، واستمر السكن فيه إلى يومنا هذا. فيما يتعلق بالمنطقة الغربية، وأبو جعفر المنصور بعد وفاة أخيه سنة 136 وتولى الخلافة، بعث الكثير من الوفود لاختبار واستطلاع المنطقة، استطلاع ميداني، فوجدوا الأنهار ووجدوا الأديرة ووجدوا الرحى التي تطحن وأنواع الفاكهة وأنواع المواصلات. فمن هالناحية هذه كان اختياره لهذه المنطقة اختيارا موفقا، ولذلك لم يكتفي بذلك، فقام بتجربة كما ذكر ذلك بعض المؤرخين، أنه بعض الذين اختارهم ووزعهم على مناطق مختلفة من هذه المنطقة، واحد في الشمال، الآخر في الشرق، الآخر في الغرب، الآخر بالجنوب، أخذوا بعض الأطعمة معهم لمدة يوم يومين، واختبروا هل هذه المواد العضوية كاللحم أو الخبز أو الفاكهة سرعة تفسخها وسرعة مقاومتها للجو، فوجدوا أن المنطقة الغربية المليئة بالبساتين والأنهار هي المنطقة المثلى لإنشاء العاصمة الجديدة للدولة العباسية. استغرق بناء المدينة المدورة 4 سنوات، من العام 762 حتى عام 768 للميلاد. ومن أشهر الأبنية فيها قصر الذهب، جامع المنصور، ومكتبة دار الحكمة. أحيطت المدينة بسور خارجي يبلغ طوله 20 ذراعاً وبارتفاع 35. تذكر الروايات التاريخية أن للمدينة 8 أبواب وأربعة أبواب خارجية، هي باب الكوفة، باب البصرة، باب الشام، وباب خراسان. يعتبر شكل المدينة الدائري هو اتجاه جديد في بناء المدن الإسلامية، لأن معظم المدن كانت إما مستطيلة كالفسطاط، أو مربعة كالقاهرة، أو بيضاوية كصنعاء، بسبب ما يجاورها من مرتفعات حالت دون استدارتها. في عام 145 للهجرة بدأ التخطيط، والتخطيط بدأ بوضع المهندسون الخارطة قبل ما يباشرون بالحفر، حفر الأسس، يعني وضعوها على ورق ونظرها، وكانت بشكل مدور. وقضية المدن المدورة موجودة بالعراق، مدينة طيسفون كانت مدورة، مدينة الحضر كانت مدورة، فلذلك اختار النوع الاستدارة المدينة لأغراض عسكرية وأغراض أيضاً بيئية وموقعها الجغرافي. فبدأ التخطيط في هذه المدينة والحفر. أول مرة بذروا المواد الجص الأبيض، ولذلك رغب المنصور أن يطلع على المدينة قبل الحفر، فاختاروا ليلة ووضعوا كرات القطن وبذور القطن المغمسة بالنفط، وشعلوا أوقدوا النار في هذه المنطقة،
ألقى عليها نظرة في الليل فاستحسنها وقال يعني هذه المدينة التي كنت أتمنى تأسيسها. أما لماذا خططت مدينة بغداد دائرية؟ المعروف أن التخطيط الدائري كان مشهور في مدن العراق القديمة، واستمر هذا الموروث الحضاري حتى العصر العباسي. التخطيط الدائري يعطي حصانة للمدينة، ثانياً سعة، ثالثاً أنه كما تعلمون أنه مدينة بغداد كان الهدف من أن تكون مدينة للمنصور وجيشه وحاشيته، أي مدينة عسكرية محصنة، فسهولة السيطرة فخططت دائرية الشكل، أحيطت بخندق من الماء، ومن ثم السور الأول والسور الثاني، ثم الفصيل الأول والفصيل الثاني، وفي الوسط المنطقة المركزية اللي شيد فيها قصر الخليفة والجامع المسجد الجامع الكبير. منطقة الأسواق وكانت في الأرباع اللي بعد السور المدينة، وثم مباني أو بيوت الحاشية والجنود وهكذا، يعني كان تصميم منظم وهندسي، في يعني هندسي منظم أعلى مستويات الهندسة المعمارية آنذاك. فبذلك وفر الخليفة المنصور التحصينات الأمنية لمدينة بغداد من الخارج ومن الداخل، من الداخل لحماية قصره والمسجد الجامع، وتحيط به بيوت الجنود والحاشية والأمراء، والأسواق جعلها في الأرباع خلف السور الثاني. والسور طبعا السور الأول كان سور من اللبن سميك، في حين السور الثاني محصن فيه شرفات وفيه مزاغل للدفاع عن المدينة في حالة حدوث أي هجوم على مدينة بغداد. ومن ثم الأبواب، أبواب جعل لها أربعة أبواب، باب إلى البصرة اتجاه مدينة البصرة، وباب اتجاه مدينة الكوفة، وباب اتجاه الشام، وباب اتجاه مدينة خراسان، وباب اتجاه مدينة خراسان. هذه الأبواب أيضا كانت من مداخلها مزورة، يعني لم تكن المداخل الدخول إليها بشكل مستقيم وإنما مزورة، والهدف من هذا الإزورار هو أيضا دفاعي عسكري، أنه في حالة حدوث أي اقتحام للمدينة سيضطر المهاجمين أو الأعداء إلى الانحناء ومن ثم الاستقامة، في حين أنه المدافعين سيقومون بصب المواد الحارقة والزيت على الأعداء. والمداخل المزورة هي أيضا موروث عراقي قديم استخدم في القصور والمعابد العراقية القديمة واستمر عبر العصور الإسلامية. أيضا ضخامة البوابات وارتفاعها وقوتها كلها تعطي حصانة أمنية للمدينة، فكانت مدينة بغداد مدينة محصنة عسكريا وأمنيا، و يعني تتوفر فيها كل عناصر الدفاع عن هذه المدينة، إضافة إلى مثل ما ذكرنا أنه مدينة كانت عامرة ببساتينها وأراضيها الزراعية ووفرة الماء فيها. وخاطب العمال ابنه على بركة الله، إنها جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام ومجمع الرافدين وغرة البلاد وعين العراق ودار الخلافة. سماها المنصور مدينة السلام تفاؤلا بالسلامة والأمان من الخطر والعدوان، وقد يطلق عليها دار السلام، وهو اسم مقتبس من القرآن الكريم عن الجنة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ولاسمها بالزوراء فذلك نسبة للجانب الغربي من بغداد الذي كان يسمى بالزوراء في العصر الإسلامي. إن كلمة بغداد هي كلمة بابلية قديمة وجدت في صخرة ومكتوب بالخط المسماري، وفي أعلى الصخرة نقوش للآلهة البابلية، وهذه الصخرة تعود إلى الملك
نازي ماروتاش كان من الملوك الكاشيين الذي كانت عاصمته مدينة عقرقوف. فإذا بغداد القديمة اللي قبل تأسيس مدينة المنصور موقعها يقع دائما أما داخل عقرقوف أو في جوار منها. في أطراف مدينة بغداد كما تلاحظون هناك مواقع قديمة ترجع للعصر البابلي في منطقة بغداد الجديدة ومنطقة المعسكر. اكتشفنا معابد بابلية ترجع للفترة البابلية، وكانت هذه المدن يعني يطلق عليها باللغة البابلية بغدادو، وهذا دليل على أنه قرية بغداد السريانية اقتبست أو أصلها من هذا الاسم بغدادو، أصبحت بغداد. اسم بغداد المدينة المدورة اللي شيتها أبو جعفر المنصور كان يطلق عليها مدينة السلام، أي إنها آمنة لكل من يدخل فيها، مدينة أمن وسلام. بعد ذلك شيدت منطقة الرصافة ومنطقة الكرخ، وبمرور الزمن اتصلت كلها وأطلق عليها مدينة بغداد، أي غلب اسم بغداد على مدينة السلام خاصة في العصر العباسي الثاني، واستمر عبر العصور الإسلامية مدينة بغداد. أواسط القرن التاسع عشر يعني في حدود 1854 لما حلت الكتابة المسمارية، توجه العالم البريطاني اللي كان قنصلا في بغداد وهو هنري رولنسون وقرأ هذه الصخرة ووجد اسم كلمة بغداد بها. كما أن هناك آثار أخرى كشفت في نينوى بالألف ومئتين قبل الميلاد بها اسم بغداد، وكشف عن أثر آخر في مدينة سبار أو مدينة أبو حبة، خرائب أبو حبة القريبة من المحمودية وجدت آثار عليها اسم بغداد، ووجدت كثير من الآثار المكتوبة بالمسماري أكثر من 10 قطع أثرية تحمل اسم بغداد. فإذا انتهى أمر تسمية بغداد، فإذا هي كلمة عراقية بابلية قديمة، وقد انتهت هذه التفسيرات سواء كانت من اسم صيني أو اسم فارسي أو اسم آرامي. بغداد عاصمة جمهورية العراق ومركز محافظة بغداد، أكبر مدن العراق وثاني أكبر عاصمة في الوطن العربي بعد مدينة القاهرة، وثاني أكبر عاصمة في آسيا الغربية بعد مدينة طهران من حيث كثافتها السكانية. يبلغ عدد سكانها حوالي 7,216,040 نسمة في العام 2011 للميلاد، كما تعتبر المركز الحضاري والإداري والتعليمي في الدولة. سماحة الإسلام وفكره الذي لا يقصي أحداً ترك هذه المعالم مفتوحة على أن تصبح المعابد ومراكز العبادة، تتعامل مع أصحاب الأديان والطوائف كل على شاكلته، تجمعهم وحدة المجتمع ووحدة الهدف ووحدة الجغرافيا وأساس التحدي أمام العواد الخارجية. فلذلك كان بغداد تجمع، نقدر نسميه تجمع شعبي ديمقراطي، في المسلم وفيه جانبه المسيحي وفي جانبه اليهودي الأرمني وغير ذلك من الأقوام المسيحية، كلها كان شعب متآخي ومتعاون مع بعضه، لأنه الناحية الاقتصادية تجمع الشعب، الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كذلك هي جامعة رابطة لأبناء الشعب. وهكذا كان شعب بغداد الذي هو نموذج للشعب العراقي المتآخي. في العقد الرابع أصبحت بغداد من أشهر المدن الثقافية والسياسية، واقترن اسمها بعظمة الحضارة العربية الإسلامية لما برزت به من دور كبير في ميادين علم الفلك والكيمياء والفقه والآداب، فكانت مركز الحركة والانتشار لمعظم الصلات الثقافية
بين الشرق والغرب التي يقوم بها طلبة العلم والعلماء الذين يقومون برحلات علمية إليها ليتزودوا من المعرفة فيعودوا إلى بلادهم لينقلوا ما تأثروا به من الآداب والعلوم والمعارف شتى. المراكز الفكرية التي انتشرت في العراق، مركز البصرة وبغداد والكوفة، هذه مراكز حضارية تلقت علماء وتوافد عليها أدباء وطلبة، وأصبحت تخرج الكثير من الأساتذة الذين انتشروا في أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وأن بيت الحكمة اجتمعت فيه الآلاف من الكتب الأجنبية المترجمة كالهندية والفارسية واليونانية، وأن الكثير من المترجمين أيضاً ترجموا علوماً بالعربية إلى لغات أخرى، وأصبح العلماء العرب ليسوا قارئين بل هاضمين ومستوعبين لهذه الفلسفات والأفكار، وتعاطوا مع حضارات وأفكار العالم. لذلك فإن بيت الحكمة ومن ثم المدرسة النظامية وإنشاء المدرسة المستنصرية عام 630، هذا التأسيس للمدارس الذي يعد بمثابة تطور للجانب العلمي الأكاديمي، درس فيها الطب والفقه والكثير من العلوم المادية والإنسانية. لذلك أصبحت بغداد كما يرى آدم سميث في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، أصبحت بغداد مضخة ومركزا ونبراسا وإشعاعا للعالم. لقد تناول وصف بغداد عدد كبير من المؤرخين والباحثين، أرخوا خططها وسجلوا هندستها ووصفوا مجدها وتراثها وآثارها وأخبارها وحضارتها، فوصفت بأنها من أعظم المدن هندسة وإحكاما والتئاما والتصاقا. رأيت المدن العظام بالشام والروم وغيرها، فلم أرى مدينة قط أرفع سمكا ولا أجود استدارة ولا أوسع أبوابا ولا أنبل نبلا ولا أجود فصيلا من الزوراء.
وهي مدينة أبي جعفر المنصور، كأنما صيغت في قالب وكأنما أفرغت إفراغا. علم الآثار كشف الكثير من الأمور والأسرار، لأنه الآثار كشف حضارات لم تكن معروفة. 80% من المعلومات الحضارية وأسماء الشعوب والكتابات والحضارات جاءت نتيجة التنقيبات الأثرية التي بدأت منذ أواسط القرن 19، فأمدتنا بمعلومات. من بين تلك المعلومات أنه مدينة بغداد كان الهدف من أن تكون مدينة للمنصور وجيشه وحاشيته، أي مدينة عسكرية محصنة. فسهولة السيطرة خططت دائرية الشكل، أحيطت بخندق من الماء، ومن ثم السور الأول والسور الثاني، ثم الفصيل الأول والفصيل الثاني، وفي الوسط المنطقة المركزية اللي شيد فيها قصر الخليفة والجامع، المسجد الجامع الكبير. منطقة الأسواق وكانت في الأرباع اللي بعد السور المدينة، وثم مباني أو بيوت الحاشية والجنود وهكذا. يعني كان تصميم منظم وهندسي، في يعني هندسي منظم، أعلى مستويات الهندسة المعمارية آنذاك. فبذلك وفر الخليفة المنصور التحصينات الأمنية لمدينة بغداد من الخارج ومن الداخل. من الداخل لحماية قصره والمسجد الجامع، وتحيط به بيوت الجنود والحاشية والأمراء، والأسواق جعلها في الأرباع خلف الأسواق السور الثاني. والسور طبعا السور الأول كان سور من اللبن سميك، في حين السور الثاني محصن، فيه شرفات وفيه مزاغل للدفاع عن المدينة في حالة حدوث أي هجوم على مدينة بغداد. مما لا شك فيه أن هناك وسائل مكنت الناس قديما من التنقل والحراك، فمدينة بغداد في كل مراحلها كانت تمتد شرقي دجلة وغربيها، وكان الناس يتزاورون لأسباب شخصية أو معيشية. لعبت الجسور دورا كبيرا في نقل البضائع والأشخاص وسهولة اتصالهم عبر نهر دجلة. وتذكر الروايات القديمة أن الجسور صنعت من ألواح الخشب المحدود مربوطة بالسلاسل الحديدية المكعبة. وبالإضافة إلى كونها وسائل للعبور، فقد كانت الناس تجتمع لديها بعد العصر من كل يوم وفي الأيام المقمرة ليلاً على اعتبارها مواضع للنزهة. وخير مثال على ذلك جسر الصرافية، أحد جسور بغداد 12 وأقدمها عمراً، بني في الأربعينيات من القرن 20، وهو يعد في حينه آنذاك أطول جسر في العالم، فقد بلغ طوله مع مقرباته ما يقارب 2166 متر. فيما يخص الموقع بغداد من الناحية الجغرافية كمدينة، كيف الوصول إليها والتنقل فيها؟ في هذه المنطقة لما اختارها أبو جعفر المنصور كان مطمئناً جد الاطمئنان، أنه أولاً هي مدينة محاطة من دجلة ومن أنهار، فقضية قدوم العدو من ناحية مؤمنة عسكرياً، من الناحية الاقتصادية مؤمنة بعشرات البساتين التي تسقيها عشرات الجداول التي تعتمد في الري في المنطقة الغربية كما قلت على نهر يسمونه نهر عيسى، وهو نهر قديم يأخذ المجرى ماله من قريبة من الفلوجة، هذا نهر بابلي قديم. أيضا شيدت الجسور
في الخمسينات والأربعينات من القرن الماضي، اللي هو جسر الأحرار وجسر الجمهورية، جسر الأحرار، جسر الشهداء وجسر العواضية. هذه أيضا جسر المعلق، أيضا من الجسور تعتبر الآن التراثية. من المحلات أيضا المشهورة في مدينة بغداد من العصر العباسي وحتى الوقت الحاضر هي محلة الميدان، محلة البقشة، راس القرية، هذه عقد النصارى، هذه كانت موجودة من العصر العباسي واستمرت السكنة فيها حتى الوقت الحاضر. وإلى جانب ذلك لعبت وسائل النقل البرية في بغداد دورا متميزا في نقل الركاب، فتعتبر عربات الكاري التراموي من أقدم وسائل النقل البرية التي تميزت بكونها مصنوعة من الخشب وبطول 5 أمتار، تجرها أحصنة تعبر بها على قضبان حديدية، أقيمت لها بين الكرخ والكاظمية بمسافة 7 كيلومترات في طريق كبير معبد ومتعرج. تتألف عربات الكاري من طابقين، يتسع كل طابق لجلوس 18 راكب، وفي أواخر العشرينيات من القرن العشرين أصبحت السيارات تشكل واسطة نقل ضرورية بين بغداد وضواحيها، نتيجة لتسارع الحركة الاقتصادية وتطور النهضة العمرانية والاجتماعية، حتى باتت ضرورة يحتاج إليها كل فرد من أفراد المدينة. كان التنقل بين أجزاء بغداد من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، يتم بسهولة، أما بالنقل داخل النهر أو حتى في السير على الأقدام أو عن طريق الدواب أيضا. اشتهرت بغداد ولفترة طويلة بالشعراء والأدباء والكتاب والفنانين، حيث أنجبت المدينة الكثير منهم كالشاعر معروف عبد الغني الرصافي، فكان الحراك الثقافي يبرز المدينة بوصفها واحدة من أكثر العواصم العربية تأثيراً في الثقافة والفنون، فتغنى بها كبار الشعراء والفنانين العراقيين والعرب. بغداد أصبحت مركزاً ونافذة للحوار وحركة الفكر في العالم، نضجت بها الكثير من المدارس النحوية والفكرية الفقهية الفلسفية، لقد تجاوزت حدود الجغرافيا والتاريخ، وانطلق منها وبرز الكثير من الأدباء والفلاسفة والمفكرين والشعراء والعلماء، تجاوزوا الناحية المحلية ودخلوا تاريخ العالم، فهذا المتنبي صار صوته عاليا حتى أن الكثير من المستشرقين ترجموا شعره ودرسوه، وهذا أبو العلاء المعري صار أيضا اسما لامعا في الأدب العالمي، درسوه في منهج الأدب المقارن ودرسوه في الكثير من الأفكار الفلسفية. مدي بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي.